بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام البنات، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله أخواتي راح نشارك معكم ليكوتلات أو أفضل الخروف على طريقتي إن شاء الله. نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير بإذن الله. بالنسبة للمقادير البنات، أنا عندي هنايا كمية من أفضل الخروف أو ليكوتلات هذا كما راكم تشوفوا. عندي هنايا كميه، وعندي هنايا كميه من الطماطم، وعندي هنايا البصل. هذا واش راح نحتاجه في المقادير الاولى. بالنسبه للتوابل راح نستعمل فقط الملح والثوم، وش نستعملهم برك في الاخير. نبداو التحضير على بركه الله. البنات عندي هنايا هنا الطاجين اللي راح نطيب فيه الكوتلات نتاعي فوق النار. يا البنات بالنسبه للنار كما راكم تشوفوا عندي النار هافته، لازم النار تكون هافته يا البنات. انا الطاجين هنا ديجا راني مطيبه فيه. واش نديروا البنات؟ نسدفوا اللحم تاعنا او لي كوتليت، نسدفوهم كامل في الطاجين تاعنا بهذه الطريقه البنات. نسدفوهم كامل هنا يا البنات، وخلوهم يطيبوا على خاطرهم. ان شاء الله راح تشوفوا كامل الطريقه معايا بالتفصيل. ستف الأضلاع نتاعي هنايا بهاد الطريقة البنات، ستفهم كامل. صراحة يجو روعة يا البنات، إن شاء الله راح تشوفوهم معايا وتجربوهم وتعطوني رأيكم فيهم. المهم البنات، بعد ما ستفت الأضلاع نتاعي أو ليكوتلات هنا، نخلوهم يطيبوا على نار هادية. ولازم يا البنات باش يطيبوكم مليح غطوهم، غطوهم يعني شوفوا غطاء او يعني طبسي او اي حاجه. المهم تكون قد الطاجين اللي راكم باغين طيبوا فيه، ولا طيبوه في الطاجين تاع الفخار. المهم اللي ساعدكم، المهم لازم يتغطاو، لازم يتغطاو. ونخلوهم يطيبوا على نار هاديه، وكل مره نرجعوا ان شاء الله ونحركوا لي كوتلات نتاعنا ونطيبوهم يا البنات، ونرجع معكم فيما بعد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات، بعد ما بدا يطيب عندي انايا اللحم، نبداو نقلبوه البنات. نقلبوه على الجهة الأخرى بالطريقة، نقلبو كاع الحم تاعنا. كل مرة يا البنات نقلبوه للجهة الأخرى، كل ما تبلونا من جهة نقلبوه للجهة الأخرى بهاد الطريقة البنات. المهم انا نقلب كاع اللحم تاعي ونغطيه ونخليه يكمل طيابو، وبعد ما نشوف اللحم تاعي طاب نرجع لكم شي. البنات بعد كما راكم تشوفوا البنات، بعد ما طاب عندي هنايا اللحم، واش نديروا البنات؟ نضيفوا له ديك الطماطم اللي كنا قطعناها على هذا الشكل البنات، نضيفوها هنا، ونضيفوا البصل. ونزيدو نملحوها كمية من الملح، نخلطوها هكذا باش كاع داك الملح يدخل في اللحم. البنات من بعد البنات نغطوها، نخلوها تطيب حتى تذوب عندنا كاع ديك الطماطيش والبصله، ونرجع لكم ان شاء الله. البنات بعد ما ذابت عندي هنايا الطماطيش والبصله، عندي هنايا كميه من الثوم كما كتشوفوا البنات. انا راني هنا مكثره الثوم تقريبا، راني عند واحد الربع فصوص تاع الثوم. المهم كثروا فيه الثوم، يجي مليح بالثوم. ندير الثوم تاعي بهذه الطريقة البنات، ولا كان عندكم فلفل حرور ديروا الحرور، لأن أنا ما درتش، عندي ولادي صغار منقدرش نضيف الحرور. بصح إذا كنتو لي باغي الحرور يضيف الحرور، لأن الذوق تاع الحرور يعطي بنة رائعة للأكل. المهم البنات نغطيه ونخليه تقريبا واحد 10 دقائق أو ربع ساعة على الأكثر،
ونتشوفوه إن شاء الله على طاولة التقديم بإذن الله. البنات ها هما لي كتلات نتاعنا حاضرين، اللي شفتوا التفاصيل التحضير نتاعهم معايا. ان شاء الله تجربوهم البنات وينالوا رضاكم، واذا عجبكم لا فيديو البنات ما تنسونيش بالاشتراك والجيم، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.